منجي بالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال من جبالنا طلع صوت. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نتكلم على الشهيد حدادين بالقاسم المدعو الحبيب زي في 5/9/1926 في وهران، وتوفى في 1961 ديسمبر. ولد الطاهر بن حداد وميمون بدر. الشهيد حدادي بن القاسم المدعو الحبيب زايد في وهران، دار المدرسة الابتدائية في مدرسة باستور اللي كانت في مدينة جديدة. من بعد الثانوي هود الليسي لا موريسيير اللي كان في شارع لافيا موسكي. الأحرار ينادينا للاستقلال ينادينا ليلي. في ليكول باستور اللي هو لا موريسيير سابقا لافيا موسكي، وين جلب الانتباه تاع الاساتذه نتاعه على جال الشطاره اللي كانت عنده وعلى جال المستوى الثقافي اللي كان فيه، اللي كان من احسن التلاميذ في ليكول باستور. في 1944 كان ما يتجاوش 18 سنه، اتصل به المدير والرسيفير تاع لا غون بوست تاع وهران على جال المستوى الثقافي اللي كان عنده، ودخلوه يخدم كوم تيليغرافيست. في الحرب العالمية الثانية حاجة اللي مركت له الضمير تاعه بزاف وخلخلته وقالوا حتى بكى، هي الشيء اللي وقع في صيف 1945. الأحرار ينادينا للاستقلال ينادينا ليلي. بقى يخمم مليح وقال لازم انا ندخل في حاجة اللي ناظر فيها. دخل في بيبيا اللي هو حزب الشعب، من بعد دخل في الام تي ال دي اللي هو الموفمون دو تريونف ليبرتي ديموقراتيك، حركة الانتصار الحرية الديمقراطية. اللي من بعد دخلت هذه يكونوا حركة الجمعية السرية لوس حدا الدكتور المجاهد نقاش محمد الصغير وحدا الدكتور بن سماعين الله يرحمهم. سمعوا به وشافوه باللي انسان يخدم بنشاط تام، عنده واحد النية في الخدمة تاعو اللي ما شافوهاش، وعنده واحد الثقافة لباس بها. في لوس بقى يخدم خدمة هائلة. للاستقلال لاستقلال وطنينا ينادينا للاستقلال لاستقلال وطنينا. وشافوه كرس كل الساعات الأولى في القضية الوطنية ونضاله في الجمعية السرية. اتصل به أيت أحمد وابن بلة، اتصلوا به وتكلموا معاه باش يعملوا العملية تاع البوسطة تاع 6 أفريل 1949. تما وين شافوا لوفيور دنوي اللي هو بولانوار الحبيب. بالقاسم الله يرحمه ويوسع عليه حدادين، تما ونعرفوه هو لو سيرفو تاع هذاك الاولب، خاطرش كان يعرف كاع القنات تاع البوسطة وعنده كاع الخريطة تاع لي كوفرفور. تضحيتنا للوطن خير من الحياة.
بعد العملية تاع البوسطة بطلوه من العمل تاعه وبعتوه اكسبيسي لفرنسا مع ممنوع يدخل إلى الجزائر إلا عنده مدة معينة في باريس، وين اتصل بالعائلة تاع الدكتور سعيد قارق اللي كان في البرلمان الفرنساوي هذاك الوقت، هو اللي عاونه باش يدخله في البوسطة الملك. بعد ما يدير كونكور ربح في الكونكور ودار استاج دو فورماسيون، كان من الاولين في فرنسا، وانت من بعد رجعه يخدم تملك. حياتي وضحي بحياتي وبمالي عليك. في فرنسا ما تغيرش بقرام، ما نجمش يصبر بلا ما ينظر. شاف جماعة ملك وتملك وين يزون كري في 54 مع بعض من أحبابه تما، وين كونوا لا فيدراسيون تاع لافلان في فرنسا. مع المنع تاعها للجزائر كان باغي يكمل، دار ان دوموند باش يرجع للجزائر. الدوموند هذاك قبلوه له وقاسوه يخدم في بوسطة في بني صاف. كي ولا يخدم في بني صاف ولا يخدم لو بلو نورمالمون دي موند، حط راسه مكاش اللي على بالا بيه، ولكن في الليل يولي حاجة أخرى، يولي ينظر من أجل القضية الوطنية. تما لك وين عرف زوج تاع أصحابه، عرف واحد ديواني اللي هو عبد الكريم من مستغاليم، وعرف زناشلي اللي هو من بني صف. ابدا في الليل يناضل ويهدر مع الشعب الناحيه هذيك خيانه، وفي النهار خدام وحط راسه. حياتي وضحي بحياتي وبمالي عليك، وضحي بحياتي. قعد في بني صاف في الليل ينظر مع الجماعة هذوك ويقول للشعب اللي تملك الحرية ما تجيش بالقعاد، الحرية لازم نخدموا عليها. في 56 قاسوه في البوسطة تاع سان شارل في وهران، هنا وين الجبهة والثورة سمعت به راحوا عنده هضروا معاه، خاش هو ينجم يسيركولي ليبرمون، قاسو فاكتور ولا يخرج يشوف كاع لي كارتي اللي قاسو فيهم. ثم لا كون ولا يحمل الرسالات من كارتي لكارتي، ولا يحمل حتى السلاح معاه والجرناد من كارتي لكارتي. تما ولات الدياسي تتبع فيه، ما تطقاش اللي نهار متبع فيه، ولكن هو كان حاز روحه على الساب اللي نشم. حياتي وضحي بحياتي في 57 وفي 27 فيفري 57 كي قبضوا العربي بن مهيدي بقاو لقطوا فيهم الدواء، قال هتايا راك تناضل من اجل القضيه الجزائريه الارهاب ضد فرنسا. عياو يبحثوا فيه، وهذا من الامر نتاع الدياستي لي بارون والامر تاع لو بريفي نتاع هذاك الوقت، هو اللي عطاهم الامر باش يحبسوه. الدواء بيت عندهم ويسقسوا 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 ما لقاو عليه والو، طلقوه. حياتي وضحي بحياتي وبمالي عليك، وضحي بحياتي وبمالي عليك.